ولمزيد من التفاصيل انضموا معنا من مأرب مفدنا عثمان الغامدي. مساء الخير عثمان. بداية عثمان، يعني صف لنا الأوضاع والتطورات الآن عثمان وأنت على أرض الميدان في مأرب. تفضل عثمان. نعم إسماعيل، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. راح أتحدث معكم في وسط مدينة مأرب في شارع المحافظة، أهم الشوارع وهو الشارع التجاري الرئيسي، التجمع الكبير للمواطنين المتواجدين هنا رغبة في الظهور وإبداء آرائهم وحقيقة الحياة اليومية الاعتيادية في محافظة مأرب بمجملها وبالتحديد في مدينة مأرب الرئيسة أو العاصمة الإدارية لهذه المحافظة. الرغبة كبيرة جدا في التعاطي مع وسائل الإعلام في إظهار الحقيقة الواقعة بفشل الحوثي بالتأكيد وقوات صالح المخلوع في الدخول لهذه المدينة. هناك عدة محاولات كانت سابقة تم دحرها في مديريتين نتحدث عنها، يعني ما زال العمل على حدود والحدود الخارجية لما نتحدث عن محافظة مأرب، ونتحدث بالتأكيد عن صرواح التي تجري فيها عمليات كبيرة وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من قضية انتهاء العمليات هناك ضد الحوثي وصالح. فيما يختص بالحياة الطبيعية اليومية، احنا اليوم أدينا حتى صلاة الجمعة، التقينا بكثير من المواطنين والذين سيتم بث لقاءاتهم معكم أيضا لظهورها في نشرات لاحقة وبرامج. عودة الحياة الطبيعية كاملة هي طبعا بالتأكيد لم يكن هناك دخول لهم، ولكن العودة أيضا في قضية العودة إلى المدارس، بدأ التسجيل خلال هذا الأسبوع يوم غد إن شاء الله التحاق بالمقاعد الدراسية من السبت المقبل. الحياة الطبيعية والتجارية جدا تسير بشكل طبيعي جدا في محافظة مأرب، وإحنا نتحدث من وسط المدينة وتجولنا في عدة مواقع حتى يعني من باب المواقع الأثرية والسياحية قمنا بزيارتها. هذا الدلالة على قضية راحة الحركة في محافظة مأرب، مأرب القوة ومأرب الردع لكل من حاول الدخول إليها، فبالتأكيد هي أهم والتأكيد على كلامك عليها الشرعية في مواجهة نعم الحوثي وأنصار صالح. نعم والتأكيد على كلامك عثمان، أرى من خلفك أن الحياة طبيعية جدا وسلسة وسهلة للناس. هي إسماعيل رغبة بالتأكيد يعني تعرف قضية التعاطي مع وسائل الإعلام في أي مجتمع من المجتمعات. صحيح. ونتحدث بالتأكيد عن ظروف تعتبر استثنائية في اليمن، فبالتالي ظهور وسائل الإعلام هذا أكبر دليل على حد ذاته أنه الوضع طبيعي جدا، وإلا لما كانت هذه الوسائل بالتأكيد موجودة في الأصل وتكون بصعوبة في قضية الطرح في المواقع أيضا. نعم. التجول يعني تحدث معك اليوم قمنا بجولة حتى على مأرب القديمة زرناها عرش بلقيس، مواقع سياحية مهمة أيضا هي من الدلالات على قضية الإثبات. المنطقة كلها بالكامل مفتوحة ومحررة، وأيضا لم يكن هناك أي تواجد بالتأكيد كما ذكرت لك على الحوثي على الورض أو على الأرض عفوا في مأرب، إلا في محاولات اختراق تم صدها وصدها من أبطال من أبناء المقاومة وأيضا من أبناء مأرب الذين كانوا لهم بالمرصاد. فبالتالي جدا الحياة طبيعية. نعم. رغبة عالية جدا. هذا هو الشارع التجاري الرئيس في المحافظة مع الشارع تقاطع مع الشارع العام، فبالتالي جدا الأوضاع طبيعية ولا يوجد بها أي شيء من الأشياء التي كان الإعلام الخاص بصالح والحوثي وإعلام الحربي في قضية السيطرة على مأرب أو أنه لم يتم تحريرها وأنهم سيطروا على المدينة وعلى أجزاء حتى من المدينة. هذا كله بالتأكيد الصورة هي أصدق قولا مما نتحدث به. نعم، أنت تحدثت قبل قليل وفي أثناء حديثك عثمان كنت تتحدث عن أهمية مأرب. ما أهمية مأرب عثمان وموقعها الاستراتيجي؟ بالنسبة للمأرب بالتأكيد أتكلم عن تنوع تضاريسي موجود فيها، جانب تاريخي مهم، نتحدث عن جانب اقتصادي أكثر أهمية، إذا ما تحدثنا أيضا عن قضية سد مأرب وهو يعتبر استراتيجي جدا في قضية حوض الماء الذي يوفره للمنطقة. نعم. نتكلم عن جانب اقتصادي، وجود مناطق لها علاقة بالأنشطة التجارية الخاصة بالنفط ومشتقاته، أيضا مصادر للغاز المتواجدة في محافظة مأرب وفي هذه المدينة، فبالتالي هي منطقة استراتيجية بشكل اقتصادي. أيضا حتى الجانب الزراعي كنا نمر بكثير من في جولتنا لهذا اليوم بكثير من المزارع ذات الحمضيات والثمار التي يتم استخدامها بشكل جيد في قضية الاستثمار الاقتصادي. الجانب الزراعي يعني من الأشياء التي كانت ملفتة للانتباه على الأقل لنا في مثل هذه الظروف، أن الوضع الطبيعي أن الناس يمارسون قضية الحرث في أراضي الخاصة بهم وبذر نوع من أنواع الزراعة، فبالتالي الحياة في مأرب هي مأرب الشرعية ومأرب الدولة وهي مأرب المضادة بالتأكيد، وهي تكون أهم أو أحد أهم الدفاعات ضد الحوثي وجماعته. نعم عثمان، هل ممكن أن يتم تحريك الكاميرا عثمان؟ طيب احنا بنحاول لو استطعنا ناخذ الآن مع زميل هشام. طيب وسؤال هشام ناخذ صورة عن عمق على الشارع. نعم سؤال أخير عثمان يعني وحتى نوافقكم بتفاصيل أيضا أخرى. أيوة أتمنى ذلك خلال خلال خلال
نعم خلال النشرات قادمة. نعم. كما تشاهد الآن في الصورة هي قضية التجمع ورغباتهم في قضية الظهور، هو الشارع التجاري، التجمع هذا هو من أبناء المنطقة، من أبناء المحافظة، عدم دخول بالتأكيد، يعني حتى يتم رصد أي شخص غريب دخيل على المنطقة كما تشاهد في الصورة. نعم. والسادة المشاهدين أي دخول غريب بالتأكيد سيتم رصده من أبناء المنطقة، من أبناء المحافظة، ورفضهم لأي تجمعات. نعم. هؤلاء أبناء الوطن يا إسماعيل، هؤلاء أبناء اليمن الأحرار الشرفاء، هؤلاء سيكونوا الخط الأول للدفاع عن اليمن، ونلتقي بكم بالتأكيد في نشرات لاحقة. سؤال أخير عثمان، عذرا على طول الأسئلة، ولكن وأنت على أرض الميدان هل ترى أن صنعاء باتت قريبة من تحريرها؟ يعني احنا من الموقع اللي تحدث عنه ذكرت لك بانه صرواح من اهم النقاط والخطوط التي يتم عن طريقها تضييق الخناق بشكل اكبر على صنعاء. مجرد بس رؤيه هؤلاء هذه الوجوه، ابناء هذا الوطن، ابناء الاحرار من اليمن، تعي جيدا بانه ما قام به الحوثي وما قام به علي عبد الله صالح ومن تعاون معهم من دول اقليميه في الخارج، توقن يقين بانه ستكون نهايتهم على ابناء يد ابناء هذا الوطن. نعم. نعم، كان معنا عبر الاقمار الصناعيه من مأرب مفدنا عثمان الغامدي، شكرا جزيلا لك عثمان على هذه المعلومات وعلى هذا التفصيل.